كشفت الهيئة الوطنية للصحافة عن أول معارضها المتخصصة تحت عنوان صناعة بلدنا، الذي يجمع كبرى القطاعات الانتاجية والصناعية بمصر تحت سقف واحد، يعقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، وذلك في الفترة من 3 إلى 5 يوليو القادم بمركز مصر للمعارض الدولية. وخلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الهيئة الوطنية للصحافة، قال رئيس الهيئة عبد الصادق الشربجي أن المعرض سوف يعكس ما شهده قطاع الصناعة من طفرة، وذلك في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، جعلته قاطرة التنمية الاقتصادية، مضيفا أنه سيعمل خلال المرحلة المقبلة على عقد العديد من الاجتماعات حتى يأتي المعرض متكاملا ويقدم نموذجا للمعارض الوطنية.